السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: كلمة العراق أمام الأمم المتحدة مسرحية بطلها السوداني. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر تطبيق زوم الكاتب والمحلل السياسي فهد صقر، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. لا يخفى على أحد الوضع العام في العراق، حتى وإن لم يكن المتابع عراقي ولا يعرف بتفاصيل الأحداث التي تجري في الداخل، لكنه قطعا يعلم أن هذا البلد العريق بشعبه وتاريخه يعاني في الحقبة التي تلت الاحتلال الأمريكي، وقطعا يعلم من يتابع شؤون العراق أن هذا البلد مستباح ومنتهكة سيادته وفاقد للقرار السياسي المستقل، وإنه بلد تنتشر فيه الميليشيات وترهب العالم بسلاحها، وهو بلد قضاؤه فاسد ومسيس باعتراف الأمم المتحدة وزعماء الأحزاب، وهو بلد طارد للكفاءات وبيئة مرعبة لكل رؤوس الأموال والمستثمرين كذلك، كما أنه بلد يعاني فيه النظام التعليمي الذي وصل لأسوأ مراحله عبر تاريخ الدولة الحديثة، وأصبحت مستشفياته الحكومية ملاذا آمنا للكلاب الضالة والقوارض، وهو بلد ماتت فيه الصناعة وتلفظ الزراعة أنفاسها الأخيرة، كما أن الأنهار بدأت تجف وساد العطش البلد. كل ما سبق ليس بسبب العراق كدولة، بل بسبب من يحكمونه من أحزاب جاءت مع الاحتلال وتدعي اليوم مقاومته. إنها أحزاب الإطار التنسيقي التي أفرزت وجها جديدا بذات العقلية، ألا وهو محمد الشيع السوداني، الذي خرج بكل وقاحة يكذب أمام الأمم المتحدة ليقول إن العراق بخير. فهل هو كذلك يا ترى؟ هذا ما سنجيب عنه في حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام من برنامج منبر الرافدين، ننتظر مشاركاتكم. دعونا الآن نتابع التقرير الآتي الذي يبين ما جاء في كلمة محمد الشيع السوداني وحقائق الأمور المتعلقة بالوضع في العراق، لنشاهد. في ظل تناقضات كبيرة، يحاول رئيس الحكومة محمد السوداني تقديم نفسه منقذا للعراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مستعرضا ما وصفها بالإنجازات لحصد دعم دولي لحكومة بنتها بالأساس ميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب. إن إرادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد، ونجحنا بتجاوز أيام صعبة. إرادة الاتفاق والتفاهم تمخضت عنها ولادة حكومة تضم كل الأطياف والمكونات، هكذا يقول السوداني أمام قادة العالم رغم استمرار سياسة الإقصاء والتهميش وفق محاصصة طائفية، زاعما أن حكومته تبنت برنامجا إصلاحيا شاملا لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي، وهو ما يعني اعترافا ضمنيا بتفاقم السخط الشعبي من سلطة الأحزاب. السوداني يضيف ويقول إن أولويات حكومته تركزت على توفير فرص العمل وتحقيق نهضة بالخدمات ومحاربة الفقر، متغاضيا عن أن 12% من العراقيين يعيشون في العشوائيات بحسب وزارة التخطيط الحالية. وعن الفساد وتأكيد مؤسسات دولية باستشراء هذه الآفة في العراق، نشد السوداني دول العالم إلى مد يد العون من أجل استرداد الأموال المنهوبة التي تورط بتهريبها مسؤولون حكوميون يحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، إلا أنه كعادته تجنب الإشارة للميليشيات التي أدارت وأشرفت على عملية سرقة القرن وفق مجلة الإيكونومست. أما ملف النازحين فقد تحدث عنه السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن حكومته وفرت ضمانات عودة طوعية لمئات الآلاف من المهجرين من مناطقهم، عودة وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقسرية التي عرضت النازحين للخطر بعد تركهم في العراء.
وفي الملف الإنساني نفسه الذي يرى السوداني بأنه وسيلة لحظ تعاطف دولي، قال إن حكومته حسمت ملف المغيبين وقدمت الدعم المادي والنفسي لعائلاتهم، غضا البصر عن اتهام منظمة العفو الدولية لحكومته بالتقاعس وأفلات الجناة من العقاب. خطاب السوداني أمام المجتمع الدولي كان مليئا بالتناقضات، حيث قدم العراق كواحة من العدالة والشفافية، بينما تتبوأ البلاد منذ سنوات مراتب متقدمة في مؤشر الفساد الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الجوانب التي جاءت في كلمة محمد الشاه السوداني التناقضات، كما وصفت أيضا في التقرير، التي حقيقة دائما ما تخرج من هذه الأحزاب ومن الشخصيات التي تمثلها أو من حتى رؤساء الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق. أرحب الآن بالأستاذ فهد صقر الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر تطبيق زوم. أهلا بك أستاذ فهد. أهلا بك أخ محمد. بداية، يعني هذا النهج حقيقة هو ليس نهجا محصورا لدى العراق، يعني هو نهج ربما تجده في بعض البلدان العربية، نهج لشخصيات سياسية أو قيادات أو حتى رؤساء حكومات أو دول، الوضع في بلدانهم يكون وضع مزري، وضع مأساوي، لكنهم يخرجون أمام المجتمع الدولي يتحدثون عن الحياة الوردية التي يعيشها شعبهم. في العراق هذا النموذج موجود، يعني ما قراءتك لما ورد في كلمة محمد الشاه السوداني أمام المجتمع الدولي عندما أوصل الفكرة وكان العراق تخطى دبي والإمارات بمراحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شكرا لك أخ محمد، وشكرا لقناة الرافدين على الاستضافة. حياك الله. بالنسبة لخطاب السيد السوداني رئيس وزراء العراق في الأمم المتحدة، الخطاب مليء يعني بفعل المستقبل، يعني سوف وسنعمل وسنرى ووضعنا خطط للمستقبل وسنقضي على البطالة، ويعني كله يعني فعل المستقبل، ما فيش أي شيء فعل ماضي إنه فعلنا، لا سنفعل. لم يذكر إنجاز واحد. الحقيقة هو لم يذكر ولا إنجاز، هو بذكر بس يعني برامج ومبادرات الحكومة راح تقوم فيها، ومن هذا يعني من هذا القبيل. كلام يعني كلام مرسل قيل من قبل رؤساء وزراء قبله، نفس الكلام ونفس الوعود ونفس وكلهم كانوا يستخدمون سوف. نعم نعم، هو سوف، كله سوف، يعني سوف وساء يعني دائما. نعم. حرف السين موجود يعني في في كل الافعال اللي قالها هو. هو يقول يعني في الخطاب انه هو يعني الحكومه وضعت في سلم اولوياتها مكافحه توفير فرص العمل، مكافحة البطالة، وتحقيق نهضة واسعة في الخدمات، يعني كهرباء وماء. يعني سؤال أستاذ فهد، المجتمع الدولي ألا يعلم حقيقة الأمور الدائرة في البلدان؟ وبالتالي هو الحقيقة يعني نعم، هو ألا يعلم ما يجري في العراق؟ يعني برأيه يعني أنا سؤالي، هل كان يصدق ما يقرأ أثناء إلقائه لهذه الكلمات؟ لا أكيد طبعا، لا يصدق هو، لكن أنت بتعرف يعني هو الجمعية العامة للأمم المتحدة هي منبر غير ملزم، وغير هي مش هيئة تنفيذية، هي بتسمع كلام. نعم. فهم رؤساء الحكومات ورئيس الوزراء العراقي ألقى كلمة، هي يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل سوق عقار دولي. يعني مفهوم أنا لا أتحدث عن الجزئية المتعلقة بقرارات تتخذ من قبل هذه الجمعية. نعم. تجاه، لكن أنا أقصد من الناحية النفسية، من الناحية المعنوية، من الناحية الشكلية الظاهرية، يعني من يصدق هذا الكلام؟ يعني لا أحد يصدق. هو أنا أصلا يعني أنا لا أعتقد أنه يعني من الشعب العراقي، هو أصلا الخطاب يعني هو موجه لجهات دولية في منبر دولي، لكن الشعب العراقي كشعب يعني لا أعتقد أنه في أحد من
يعني أو كثيرين هم من تابعوا الخطاب أو سمعوه أو يعني أو قبضوه يعني أو اشتروا اللي فيه يعني ما أعتقد إنه هي مجرد يعني شكليات ورسميات في الأمم المتحدة ويعني سوق عكاظ دولي يعقد كل سنة. طبعا سنأتي بعد قليل أستاذ فهد على الجزئية ذكرتها حضرتك تتعلق برأي العراقيين، سنستمع بعد قليل إلى آراء مواطنين من الداخل العراقي، ما الذي يقولونه بشأن محمد الشاع السوداني وهذه الخطابات؟ لكن لنتحدث عن جزئيات تتعلق بالخطاب الذي ذكره. تحدث عن جزئية تتعلق بالبيئة الآمنة للاستثمار. جنابك أكيد متابع، والقاصي والداني يعلم بأن الميليشيات الموجودة في العراق بحسب حيدر العبادي رئيس الحكومة الأسبق ذكر بأن هناك أكثر من 100 فصيل مسلح في العراق يحملون السلاح خارج إطار الدولة، هذا بتصريح واعتراف من رئيس حكومة قائد عام القوات المسلحة. على من يريد أن يضحك أن العراق بيئة آمنة؟ من استثمر في العراق وأمن على استثماراته؟ لا أحد يستثمر في العراق. مين اللي بده يستثمر في العراق؟ يعني أنا يعني أعطيك مثال، قبل عدة سنوات عقد مؤتمر في الكويت، إذا بتتذكروا سموه مؤتمر المانحين للعراق. وأنا أصلا بستغرب كيف يعقد مؤتمر هكذا، مؤتمر لدولة غنية ودولة ثرية بالنفط والموارد مثل العراق، يعني ليش انت يعني لا تستحق ان ينعمل لك مؤتمر. لكن هذا المؤتمر انعمل، صار فيه وعود، من الوعود طبعا تحقق منها صفر. ما في حدا بيستثمر في العراق، ما يستطيع. مين اي رجل اعمال بيروح يستثمر في العراق؟ يعني العراق من الدول يعني هو في سلم في التصنيفات، في سلم يعني تقرير النزاهة الدولي، هم دولة 157 من أصل 180 دولة. مدركات مؤشر مدركات الفساد. مؤشر بالمؤشر الفساد والشفافية. 157 رقمهم 157 180 دولة. فأنا بدي أترك 157 دولة مشان أروح أستثمر في العراق. بعدين العراق دولة غنية، ليش ما تستثمر؟ يعني فلوس أين تذهب فلوس النفط؟ يعني الحقيقة يعني في يعني هناك فساد، يعني بأرقام مهولة، أرقام صحيح. خيالية، يعني فساد، يعني نتكلم عن فساد يعني أوفر كثير. يعني كان 150 باعترافات يعني الرسميين العراقيين، يعني مثل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. رئيس الوزراء السابق عندما كان وزيرا للنفط صرح وقال إنه منذ 2003 إلى السنة اللي هو صرح فيها التصريح، 850 مليار دولار عائدات النفط. ذهب منها 450 مليار للفساد. قربت. وهذا طبعا يعني هذا مع المجاملة، هذه الأرقام مع المجاملة طبعا. يعني هذه أرقام خيالية، تتكلم أرقام خيالية. ما فقد فعليا من العراق يقدر بأكثر من تريليون دولار. ذهبت هذه أين ذهبت هذه الأموال؟ أين ذهبت؟ يعني تتكلم، هل بني فيها مستشفى؟ هل بني مستوصف؟ هل بني حاعطيك مثال بسيط على قضية المستشفيات. يعني حصل في اليوم الماضي الفاجعة التي ربما حضرتك شاهدتها في مدينة يعني الموصل. عزانا للضحايا والله. صراحة يعني شيء يعني يدمى القلب فعلا. ما الذي أجرته الحكومة؟ قامت بإرسال أول وجبة من المصابين إلى تركيا للعلاج. لماذا لتركيا؟ لأن العراق يخلو من المستشفيات المؤهلة لمعالجة مصابين من حادث حريق. نعم، هي ليست قضية صغيرة، لكن ليست أيضا بالكارثة التي يعجز الطب في العراق عن معالجتها، ومع هذا ليست لدينا الإمكانيات لمعالجة هذه الحالات. تخيل عن أي إنجازات يتكلم السوداني عندما يرسلون أول وجبة مصابين إلى الخارج من أجل العلاج. يا سيد العزيز، الحقيقة في العراق يعني هو رئيس الوزراء العراقي والرؤساء والرسميين العراقيين بيتكلموا عن مشاكل في العراق، تكلم عن مشكلة البطالة ومشكلة الفقر ومشكلة البنية التحتية والتعليم وإلى آخره والفساد. هذا تضليل. أنت لا تتكلم عن، أنت في العراق عندك مشكلة واحدة فقط. أنت عندك مشكلة واحدة، هي مشكلة الفساد
والباقي هذا بيجمع الباكج يعني نعم. الفقر والبطالة يعني والبنية التحتية كل هذا بيجي. أنت عندك مشكلة واحدة هي الفساد، فهي مش المشكلة إنه عندنا عدة مشاكل بطالة وبطالة وفساد، لا أنت عندك فساد وهذا اللي بسبب البطالة وهو اللي بسبب الفقر وهو نعم. اللي بسبب كل المشاكل والفساد. يعني ما أنا ذكرت لك أنا الأرقام مهولة خيالية صحيح. يعني لا يصدقها العقل لا نعم. يصدقها العقل. طيب يعني أنا أرجو من حضرتك أنه تبقى معي قليلا أستاذ فهد سعود، إليك بعد قليل. سنشاهد سويا جزء من آراء بعض المواطنين العراقيين، لأنه الاستطلاع فيه شقين أو فيه شقان. الشق الأول يتعلق بآراء ناس سألناهم طبعا عن الكلمة السوداني في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع العراق الآن، هل يعتقدون من وجهة نظرهم أن هناك بيئة آمنة للاستثمار كما قال السوداني؟ العراق الآن أصبح بيئة آمنة لاستقطاب الاستثمارات، هل العراق بيئة آمنة؟ ما رأيهم بهذا الكلام؟ وما هي حقيقة الأمور في الشارع؟ دعنا من هذه الكلمات المبهرجة وهذه الكلمات المزوقة كما يقولون عنها والمجملة أمام أشخاص يعلمون حقيقة الأمور أصلاً الموجودة في العراق. لكن مع هذا دعنا نأتي بلسان حال العراقيين لنشاهد قليلاً آراء أو نستمع إلى آرائهم ثم نعود مشاهدينا الكرام. والله العراق باستثمار هواي بس كبيئة آمنة ما أتصور، لأنه ما طول أكو سلاح بالشارع من فليت وهاي أثر على الناس هاي اللي تجي تستثمر. الاستثمار المال جبان ما يدور معارك، وهاي يريد مكان يدفع فلوس حتى يحصل، أما يجي واحد يقول له وقف، واحد يقول له هاي قاعي، واحد فيصير ماكو استثمار، فالناس تاخذ فلوسها وتشرك. والاف مؤلفه سمعنا عليهم وقصصهم برا خارج العراق عافوا اغراضهم وشردوا، من اطباء الى مقاولين الى ناس تريد تفيد البلد، بس ما حد يخليها. حتى السياسيين الموجودين بالدوله اغلبهم ما يقبلون افاده لهي الناس. بس هو الفساد مستشري، والفساد يعني من تجي تباع التلفزيون، الصحه فساد، التجاره فساد، الماليه فساد، المنافذ حدودية فساد، حتى مسلك الشرطة والجيش كله فساد. هو يستقر باستثمار بكل شيء، بس هي شنو ترجع المال للدولة. الدولة هي لو تأمن هالمناطق هاي ها يصير استثمار. سؤال واحد أقول لك، الاستثمار أدي إذا الحرامية تعرف شنون؟ أنا كنت أشتغل بالأمانة وأعرف الشغلات. يجي مستثمر ها يساوموه الى هذا المشروع يسواله مثل هالقد مبلغ ها يقول اعطينا بالنص، شلون راح يصير استثمار عندنا؟ والله تعبون الاقتصاد، عندنا اقتصاد هو سبب الحكومه يا اخوي، ما حد جانا ونصفنا بصراحه، ما حد جانا ونصفنا. لو يجي شخص صدق عراقي بس احنا ناخذ اوامرنا من الخارج، صدق رئيس وزراء ماله لا حلو ولا عرب صراحة، ناس كذابين، ناس جاوا من خارج الحدود يأخذون أوامرهم من إيران صراحة، إيران وأمريكا هو هذا الشيء دمرنا. أنا أريد واحد تعال شوف مال معسكر رشيد لعبان نفس هاي بعد 10 سنين الله يسر يسوي لهم نفق جايبين لهم شبر واحد، هو هذا الاستثمار هذا يضحكون علينا، ما يضحكون علينا بس مرة مو علينا، احنا ما يضحكون علينا نعرفه، نعرفهم حرامية، نعرفهم ناس ما يستحوا كذب. هاي طاو ورقة قالوا لا احكي هيك وهي ما يحكي من كيف. السوداني صح عراقي وعايش ويانا ها، بس ما عنده أي صلاحية، مقيد. شنو هو منو جابه؟ أنا جبته وأنت جبته، الأحزاب ما تجابت، حزب الدعوة نفسه، حزب الدعوة جابه، حزب الدعوة المن يعني ما على العراق؟ لا طبعا هم عملاء. كلام هذا الرجل العراقي يعني حقيقة واضح وصريح لكل من يغلق آذانه اليوم عن حقيقة الأمور في العراق. هناك شريحة من العراقيين يعتقدون بأنه محمد الشيع السوداني رجل المرحلة، انطوه فرصة يغير. أي تغيير
هو خرج من رحم حزب الدعوة، حزب الدعوة بزعامة نور المالكي الذي قضى على 8 سنوات من عمر الدولة العراقية الحديثة، جعلها في أسوأ مراحلها. تعتبر الفترة المظلمة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة هي فترة نور المالكي. منو كان أحد الأذرع للمالكي؟ محمد الشيع السوداني. طيب خلونا نسمع رأي السيد محمد من أمريكا. تفضل محمد، حياك الله. عليكم أخوي السيد محمد، أحييك وحي قناة الرافدين. أهلا وسهلا، حياك الله. عمر أنت هم يشتغلون صالح إيران، قسما بالله ليس للعراق. هو محمد الشيع السوداني هو تابع لإيران ليس للعراق. ما عنده غيرة على العراق، قسما بالله غيرتهم على إيران ليس للعراق. يقول كلهم دول الحكموا بالعراق من 2003 لحد الآن، هم مراجعهم قاعدين كربلاء والنجف. ليس أكو عربي مرجع ديني عربي، كلهم يا باكستاني يا هندي يا أفغاني يا إيراني، قسما بالله كل عربي ماكو. ليس دول غير عندهم على العراق، والله العظيم سيد محمد دول دمروا العراق. هسا هاي مال موصل الكارثة مال العرس حرقوها، قسما بالله إن شاء الله مقصودة هم الحشد الإيراني سواها حتى يحرقون العالم. ما يريدون العالم تفرح بعرس مولد، ما يريدون، يريدون كل دمار، لازم يسوون دمار. يعني طيب. سواها يحكون على صدام قبل، يقول لك مقابر جماعية، انت عمي تروحون فدوة حيشاك القنبلة الصدام، انت حرقت العالم هم وحيي، حتى الأطفال حرقتهم. شكرا شكرا نعم. شكرا محمد من أمريكا، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك أخوي، هذا استثمار اليوم إيران هي اللي تقرر، تقول يجب نصاً على التجارة بين العراق وإيران أن تصل إلى 40 مليار دولار. يعني ثم يقررون قد لازم يستورد. ثانياً بحث عن الأمن والأمان. هذا اللي يجي يستورد أهم ركنين ما موجودات بطابع الإنبراء، الجانب البشري موجود، الخبري موجود، لكن عدت لا عندك مي ولا عندك كهرباء، ما في صناعة، ما في زراعة، ما في كذا، إذا ما تحتاج إلى الماء والكهرباء في عملية الاستثمار. يعني الحين الأراضي شاسعة خصوصا للجانب الغربي من زافة إلى الفرما مستثمر، هل يريد يستثمر بالجانب الزراعي بمن يسقين؟ يسقين احنا بالوعود الكاذبة، يقول لك زين الآن الحام وستمطر أمطار يزيدة جدا. هيأت وطلعت بالصورة أمام الشعب العراقي ولم كذب أنه يتحفرون بحيرات صناعية على قدس ولهم الحضارات، عشان احتيا كان مو مهندس. زين تركيا كذلك سد المي، إيران أيضا عليها الشيعية ودولة شقيقة. يعني من الكفر. زين شنو فارقكم انتو؟ ها؟ شنو فارقكم عن اللي قطعوا الماء الحسين واللي قطعوا الماء بسفير علي مام علي وتتدعون الشيعة وتشيعة؟ كل شيء ممكن يقطع إلا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوخذوا غصبا غصبا، ما من حقك انت تعيش وتسقي ربك وزرعك وغيرك يموت. طيب يقول ثلاثة من يوخذنا دون استئذان، الماء والنار والكلى. قال واحد من تحت شيعة يقول لك مواطن العراقي يسجب طريقة قديمة، لك لا يسجب طريقة صار 15,000 سنة يسجب هاي الطريقة، شو ما جف من دجلة والفرار. تمام، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو زينب من النجف، وصلت الفكرة. نكمل حديثنا مشاهدينا الكرام مع ضيفنا أستاذ فهد صقر. أستاذ فهد، يعني اليوم الحديث في العراق كما استمعت إلى آراء مواطنين في الاستطلاع وأيضا من اتصلوا بنا، يتكلم السيد محمد من أمريكا عن جزئية تتعلق بالمؤامرة المدبرة بشأن الحريق اللي حصل في مدينة الموصل. طبعا بعيدا عن جزئية المؤامرة، قد نختلف بهذه الجزئية لأنه الحريق حصل بسبب غياب إجراءات السلامة، لكن هذا الموضوع يقودنا إلى جزئية تتعلق بدور الحكومة في الرقابة والتفتيش والمتابعة عن الأوضاع أو عن المؤسسات أو الأماكن في العراق بشكل عام. هذا ليس أول حريق ولن يكون الأخير وليس أول
فاجعة يفجع بها العراقيون، لأنه الحكومة أثبتت في كثير من المواقف أنها فاقدة للأهلية فيما يتعلق بالتدقيق والمتابعة. يعني ربما تدخل نظرية المؤامرة من هذا الباب لا نعلم، لكن هو السؤال أنها إن فشلت في صغائر الأمور كهذه، فكيف يمكن أن تنجح في كبريات الأمور؟ احنا بنرجع مره ثانيه لموضوع الفساد. يعني الفساد هو الفساد اللي على قمه الهرم في هيكليه الدوله نفسها، الفساد اللي جاء مع الاحتلال، وال يعني الطبقه السياسيه الفاسده التي جاءت مع الاحتلال التي لا تملك مشروع وطني، لا تملك مشروع وطني. لا اعطيني يعني شو المشروع تبعهم؟ هو مشروع يعني مشروع ضيق طائفي يعني محاصصي. احنا يعني فهم ما عندهم. فانت لما تتكلم عن يعني انت يعني اذا يعني هو سرق البيت كله، نعم. يعني البيت كله مسروق، يعني هو وقفت على موضوع مثلا الباب او موضوع المفتاح، هو سرق البيت كله. يعني فانت لما تتكلم عن جزئيه السلامه وتعليمات السلامه التي يجب ان تكون مطبقه في المشاريع وفي مثلا حفل صلاة الأعراس، نعم. طبعا في مواصفات سلامة دولية ومعروفة، يعني يكون، نعم. في مثلا مخرج للسلام، مخرج للهروب، ويكون في المواد المصنعة مثلا ضد الحريق، ويعني وتعرف، نعم. أمور سلامة عامة، صحيح. طبعا هذا المقاول لما يجي يبني هذه الأشياء كلها مشان يوفر هو، نعم. هي يعني هاي بالشغلات صغيره في عمليا اذا الفساد في القمه، صحيح. فبدك تكون في يعني الامور هاي صغيره، بقى هذا تحصيل حاصل يعني، صحيح. يعني هذا الحادث ايضا سبقه كثير من المستشفيات في العراق احترقت لانها، نعم. لانها تخلو من من, من من منظومه اطفاء، من منظومه اطفاء، نعم. حرارة، نعم. لا يعني، نعم. وهو السؤال الذي يقودنا إلى أين ذهبت هذه الأموال التي كان من المفترض أن تجهز هذه المستشفيات على النطاق، نعم. الدولي، على المعايير، وفق المعايير. الأموال يعني معروف وين ذهبت الأموال، يعني أموال عندك البنية التحتية كلها يعني متآكلة في العراق، لا يوجد مستشفيات مجهزة تجهيزية، لا يوجد مدارس، لا يوجد تعليم، يعني الأوضاع الخدماتية كلها إلى الوراء، يعني مش إلى الأمام. فالأموال كلها اللي بتتهرب طبعا، يعني وين بدها تروح؟ اذا لا تصرف في البلد وين بدها تروح؟ يعني هي بده، هذه النتيجه، هي هيك النتيجه. النتيجه بده يصير عندك صلاه غير امنه، بيوت غير امنه، عمارات غير امنه، يعني لا سمح الله، لا سمح الله يصير اي شغله. مو كله ببين، يعني كله ببين هذا هذا الكلام. طبعا تحدثنا فيه سابقا جزئيه تتعلق بالكوارث الطبيعيه، وقلنا بانه هل العراق مستعد، يعني طرحنا هذا السؤال، هل العراق مستعد للتعامل مع يعني أي كارثة طبيعية قد تحدث كما حصل في تركيا مثلا أو المغرب مثلا؟ نعم. أبدا، لو في أقل، لا سمح الله، أي أقل كارثة تصير في العراق، يعني وهذا يعني أكبر مثال هذا الحريق اللي صار مؤخرا، نعم. أمس، يعني لو كان في يعني التجهيزات وفي إمكانيات وفي يعني الدولة مجهزة يعني للحصول هيك، نعم. كوارث ما كان صار هيك، صحيح. ولسه هذه بسيطة، هذه على مستوى فردي، لكن إذا لا سمح الله بصير كارثة طبيعية، يعني هذه حتكون، نعم. الضحايا بالآلاف، صحيح، للأسف. يعني ذكر السيد أبو زينب من النجف نقطة تتعلق بالدور الإيراني في التحكم بمفاصل الدولة العراقية الآن. إيران، نعم. لها الكلمة العليا في تقرير وضع الاقتصاد العراقي، من، نعم. وجهة نظر أبو زينب من النجف هي التي تحدد كم تريد أن تستثمر في العراق بناء على التصريحات، لأنه إيران لديها نسبة استثمار تصل إلى 20 مليار دولار سنويا فقط من، نعم. العراق. العراق يشتري لا يبيع، يشتري من إيران، نعم. بهذه الأموال. هي إيران دمرت الاقتصاد العراقي، نعم. دمرت الصناعات الصغيرة، ودمرت الصناعات المتوسطة، نعم. ودمرت الزراعة، نعم. يعني دمرت كل القطاعات هذه، دمرتها إيران تدمير يعني ممنهج ومنظم لكي يعني تنفرد هي بالسوق، نعم. وتصدر بضائعها الرديئة إلى السوق العراقي، نعم. وتمنع، هي الحقيقة يعني العراق، نعم. دمرته إيران.
فهذا مش استثمار، هذا اسمه تدمير. يعني هم يعني مقابل انه يصدروا بضائعهم الفاسده او بضائعهم بدون اي تنافس، بدون اي تنافسيه، فهم دمروا الزراعه ودمروا الصناعات الصغيره. وهذه حقيقه معروفه يعني بالعراق. مثال بسيط، يعني مثال بسيط على الزراعه. قبل تقريبا اسبوع كانت هناك مجموعه تظاهره من مجموعه من المزارعين العراقيين، حصدوا المحصول، محصول الخيار تحديدا، يبيعون كل 20 كيلوغرام بمبلغ يقدر بدولار و30 سنت تقريبا، تمام؟ كل 20 كيلوغرام من الخيار، هم سوق الجملة، يبيعون إلى التجار المحليين، بعد ذلك يرتفع السعر طبعا. القصد أنه يبيع المزارع الخيار بهذا، لم يستطع إيجاد من يشتري منه هذا الخيار. لماذا؟ لأن سوق الاستيراد أو بوابة الاستيراد فتحت على مصراعيها في وقت الحصاد. أستاذ فهد ركز وياي، في وقت الحصاد امتلأت يعني المنتجات، يعني البضاعة الإيرانية ملأت الأسواق، فأصبح هناك ركود للبضاعة العراقية. هذا هو التدمير المنظم. يعني هم بيخططوا، بيعرفوا متى يدخلوا بضاعتهم، متى يمنعوا البضاعة، متى يمنعوا المزارع، فهم كل هاي الأمور هم بيعرفوها. يعني هم يعني بيعرفوا متى، فلذلك هم القصد هو التدمير، قصد الـ هو تدمير الاقتصاد العراقي. بالآخر المزارع حيترك أرضه، يعني مش حيقدر يستمر، حيترك أرضه وحتى تستمر الإيران في هذا. يعني إيران يعني لا ما في شك، يعني هاي معروفة، هاي أصبحت يعني حقيقة صادعة كسطوع الشمس. يعني إيران دورها في العراق سلبي للغاية، يعني سلبي جدا جدا من أول الاحتلال. يعني دخلت إيران بميليشياتها وبظلمها وبرجالاتها، يعني معروفة هذه حقيقة لا تخفى على أحد. والحقيقة الآن بدأوا يعني العراقيين أنفسهم اللي هم يعني كانوا معتبرين حالهم إنهم يعني أقرب إلى إيران مذهبيا وكذا، الآن هم نفسهم بدأوا يعني يشعروا بالتذمر وبتاع الحراك اللي صار في 2018 و 2020 كله كان ضد إيران، كانوا يهتفوا ضد إيران، يعني صحيح. ما كانوا يهتفوا. فالشعب العراقي يعني واعي على يعني يعرف ماذا تفعل إيران. ما في حدا في العراق يعني يعتقد أن إيران يعني تعمل لصالح العراق صراحة. هناك فئة قليلة، فئة يعني مغيبة، نعم مغيبة ومنتفعة. يعني هناك فئة مقسمة إلى جزئين، جزء مغيب بسبب التجهيل اللي حصل طيلة 20 سنة من الاحتلال، تجهيل متعمد تغيب للعقول عن طريق المنابر الدينية وبعض الأشخاص، وهذا الموضوع يقود إلى إيمان هؤلاء البعض بأن إيران الدولة الإسلامية الجارة هي التي أنقذتنا وقت الأزمات، وقت أزمة داعش على سبيل المثال، تمام؟ هناك فئة أخرى منتفعة طبعاً، والمنتفعون يعني لا عتب عليهم. لكن خليني بس أروح لأبو علي من أبو غريب. سيد فهد، أعود لحضرتك بعد لحظات إذا تسمح لي. أبو علي تفضل. السلام عليكم، الله يحفظك ويحفظ مقدم البرنامج، والله يحفظ ضيفك الكريم. الله يسلمك، حياك. بالنسبة للعراق يا عم، العراق فقرة وابتلوا بينا ناس ناس المفروض استعينا من هذا أحداث الموسم، المفروض دون استقالاتهم. أبو علي، سؤال يا أبو علي، سؤال يا أبو علي. نعم تفضل. هل العراق، هل العراق بخير؟ والله يا عمي من راح صدام حسين العراق مو بخير. عفنا من صدام، عفنا من صدام. لا اي حتى ليش يقول لك، ليش يقول لك هذا بعثي صدامي دي يتكلم؟ اترك صدام، خلينا نتكلم من 2003 الى اليوم، بعيدا عن صدام حسين وغيره. هل العراق بخير؟ حتى البعثيين من راح صدام حسين تبروا من هاي المشكولات، من ابرايمار والجابهم علينا هذا جميعا، وهسه راح ينعادون بالانتخابات نفس هاي الاشكولات. انا حلفت ما اصل للانتخابات، ما زول هاي الاشكولات قدامي. واحد المفروض ما يروح. وهم هذول معرضين العراقيين للموت. سؤالي لك ابو علي، اسمح لي، هل تشعر بالامان على حياتك وحياة عائلتك في العراق في ظل وجود هاي الميليشيات؟ لا اشعر على امان، والله ما اقدر انام الليل. والله ما اقدر، وكل عراقي ما يقدر ينام الليل يفكر بالعيشه مالته. كان شيعي
ولا السني ولا ذولا الموصل اللي في دور واحدهم وراحوا من اجل العراق. غير المفروض هذا يصير سهل ويقدم استقالته كل واحد بالدوله. هذول مصيرهم النار، هذول مصيرهم النار يا عم الحاسمين العراق. أنا أشكرك سيد أبو علي من أبو غريب، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. خلونا نسمع سريعا مشاهدينا الكرام الجزء الآخر من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع العراقي، نسمع آراء بعض المواطنين ثم نعود لنكمل الحديث. والله ماكو شيء أمان بالعراق، يعني الناس عايشين على الثقة. أنا قامت تطلع برا تجار تستثمر برا خارج البلد وتدز بضائع هنا وهم توصل مبالغ، يا الله يعني البلد وضع ما مستقر ابدا، ما مستقر العراق لا مو بخير. وهذا شو يصير حالات اللي قدامك، يعني العراق انا اقول لك شلون حاله يعيش حاله رد فعل مو فعل. يعني شوف هسه صارت هاي مال الحمدانيه، هسه راح يتصرفون، راح يسوون حصانه، راح يسوون طبايات. بلد تعبان، بلد تايه. وين الخير؟ وين الخير؟ كله دمار. هذا مو القتل قدامك هسه، مو هذا القتل بالمنصور وبغير مكان والاغتيالات ولا الاقتصاد كله هسه قاعد احنا نشتغل، كل هذا خساره. الورق ما يستقر، هو شنو الاقتصاد وغير العمله الصعبه. الورق هسه ماكو 56 اليوم، هو على اساس قالها حسبها 32، هاي قبل كم سنه قالها. ماكو اي تقدم ماكو فد شيء، يعني شو اقول لك، يمكن 1% فد شيء بسيط، ماكو فد شيء ملحوظ مبين بالفساد. هذا الفساد قدام عينك تشوف اشكال، صح لا مو صح؟ الاول بالعالم يمكن العراق بالفساد. لا والله مو بخير، ما طول الحرامية يعيثون في الأرض، الفساد ماكو خير. شيل الخير يصير يعني، بس إذا كان الأمن مستبد يصير الاستثمار، بس إذا بعت أسهل العصابات تساوم العالم، لو تطيني لو ما تشتغل فما ماكو. شين الاقتصادية؟ شلون عايش العالم؟ عايش بوين ترى؟ هذا من 2003 لحد الآن، يعني أنت إذا تبني لك حائط شوية شوية هم يراد لك هذا. هو من 33 من 2003 لحد الآن يبوقون. شين إيش حاربوا الفساد؟ من حارب الفساد؟ لاخذ انا ما اشوف له خير، من اجي السوداني احد اليوم يشوف له خير. شنو بطاقه توظيفيه نفس الشيء، رواتب احنا متقاعدين ما يزيدون دينار واحد، وان شاء الله خير. ما اشوف اكو استثمار يصير يعني، لانه قاعد نشوف ونسمع مو حلو. تذبذب العمله هاي وحده، سيطره ماكو على سعر الصرف هاي اثنين. اكو نقطة أساسية هاي أهم شيء، إنه ماكو رقابة على السوق ايش دا يصير ما يصير بي، كل من بكيفه. ما أشوف شيء ملموس، بس تصريحات لا أكثر ولا أقل، تصريحات تصريحات تصريحات. بعدين نريد شيء ملموس، بس حبر على ورق. مثل ما سمعتم مشاهدينا الكرام، حبر على ورق كما قال أحد المتحدثين في المقطع السابق، يقول هي كلمة مكتوبة قرأها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وصلى الله وبارك. أستاذ فهد، عند منطقيا إذا أردت أن تحارب فساد أبدأ من الكبير سيخاف الصغير. يعني إحنا بالعراق لا توجد هذه النظرية. كبار رؤوس الفساد الذين اعترف كثير منهم في لقاءات تلفزيونية وقالوا نحن مقصرون، نحن الفاسدون، نحن السراق، لم يلمسهم السوداني ولم يتقرب من أي واحد منهم، لا نور المالكي أو هادي العامري أو قيس الخزعلي أو كثير من هذه الأسماء. طبعا هم كثر، بدأ بقضايا صغيرة حاول إيهام الشارع العراقي فيها، كقضية سميت بقضية سرقة القرن، بطلها كان شخص يدعى نور زهير وخرج كالشعرة من العجين وكان شيئا لم يكن، الآن هو براءة وحر، حر طليق في بغداد. كيف يحارب الفساد؟ وطبعا تسمعت حضرتك أيضا في كلمة السوداني قال هناك سياسة عددناها لمحاربة الفساد للقضاء على الفاسدين، كيف تتم هذه الآلية؟ يعني هو هذا كلام، هو كلام، بس يعني بدي أقول لك شغلة بالنسبة للسوداني، يعني رئيس الوزراء هو يعني صحيح انه هو صار له سنه برئاسه الوزراء او اكثر شويه، بس لكن هو يعني هو جزء من النظام، هو نفس النظام، نفس يعني هو لا يختلف، هو غيرنا الاسم احنا بس، يعني هو امتداد لنفس النظام، لنفس المنظومه الفاسده ونفس المنظومه الهيكليه السياسيه اللي وضعت من اول ما جاء الاحتلال. فهو يعني هو جزء منها، جزء يعني هو لا يعني لا يملك كثير من يعني من الحركة اللي يقدر يتصرف ويعمل، فهو جزء من هذه المنظومة.
يعني. بس في شغله بدي اقول لك اياها بالنسبه للفساد اخ محمد، يعني هاي مهمه جدا، هاي نقطه مهمه جدا. تفضل. يعني الفساد هو، انت قلت في شغله قلتها على موضوع الفاسدين الطائفيين اللي اجوا بعضهم يعني عنده شويه طائفيه وعقائديه ويعني ويتعاطف مع ايران من ناحيه مذهبيه يعني. نعم. وجاء الى الحكم هم لا هم مذهبيين ولا هم طائفيين، هم يستعملون الطائفيه كغطاء. نعم. يعني هو يتغطى بالطائفيه، هو يعني هو حرامي، هو لص، هو فاسد، هو سارق، لكن هو في نهايه المطاف بيقول لك سميني طائفي بس لا تسميني لص، يعني خليني انا مش انا يعني. هو بيفضل ان تسميه طائفي يعني. نعم. وعلى مساوئها الطائفيه، وعلى يعني انها يعني على مثالبها ومساوئها، لكن هو بيظل افضل ما تسميني لص. فهو بيغطي فساده وبيغطي لصوصيته وبيغطي يعني السرقات كلها بالطائفيه. طيب، يعني جزئيه تتعلق بالحديث الطائفي الذي ورد على لسان محمد الشاع السوداني. في الكلمه التي القاها محمد الشاع السوداني امام الجمعيه العامه للامم المتحده في نهايه حديثه، عاود الاتصال بنا استاذ فهد. استاذ فهد، في نهايه حديث محمد الشاع السوداني امام الجمعيه العامه للامم المتحده، وجه الشكر وجزيل التقدير والامتنان والثناء على مرجعية النجف بزعامة علي السيستاني. تمام. علي السيستاني يتبعه بعض جزء من العراقيين بسبب التوجه المذهبي، ويعتبرونه بأنه المرجعية العليا وأنه القيادة وما إلى ذلك، لكن لا يتبعه كل العراقيين ولا يؤمن به كل العراقيين، بل هناك من يعني يضع عليه ملاحظات بأنه يقف بجانب هذه الحكومات، ولم يصدر فتوى كالفتوى التي أخرجت الميليشيات للضوء، لم يخرج فتوى تحارب الفاسدين. تمام. السؤال هو أنه لماذا يأتي على ذكر هذه المرجعية التي لا تمثل كل العراقيين كما يدعون، هي مرجعية تمثل مذهبا، تعتقد بأنها تمثل مذهب ويتبعها جزء معين من الشعب، لكن هي لا تمثل السنة ولا تمثل المسيحيين ولا الصابئة ولا تمثل الكلدان ولا اليزيديين ولا غيرهم، لماذا يأتي على ذكرها دونا عن بقية المذاهب والطوائف ورموزهم؟ هو يعني هو صادق مع نفسه، هو صادق مع نفسه، هو 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 رئيس وزراء الشيعة وليس رئيس وزراء العراق. هو هكذا، هو يعني هو يعتقد ان يعني نعم. يعني هو رئيس وزراء الشيعة، هو نعم. ناسي انه هو رئيس وزراء العراق، والعراق هي فيها سنة وفيها اكراد يعني وصابئة ومثل ما تفضلت نعم. مسيحيين وكذا. فهو المفروض كرئيس وزراء، هو رئيس وزراء حتى لو جاء من خلفية مذهبية نعم. او من حزب الدعوة نعم. اللي هو حزب طائفي مذهبي، مفروض لما يصير رئيس وزراء هو يترفع عن المذهبية ويكون على نفس المسافة من جميع العراقيين بجميع أطيافهم. صحيح. من المسيح والمسلم والجميع يعني. هو حتى يعني يعطي يعني احترام وقيمة لمنصبه، لأنه هو أنت رئيس وزراء العراق وليس رئيس وزراء الشيعة أو رئيس وزراء بعض الشيعة. حتى وإن كان يعتقد، تعلم جنابك اليوم بأنه أكثر الأصوات الغاضبة وما خرج في ثورة تشرين في عام 2019 كانت الغالبية من شيعة العراق، من أبناء العراق الشيعة، من وسط وجنوب البلد، خرجوا ضد هذا الفساد، خرجوا ضد من يدعون تمثيلهم من هؤلاء. يعني هو قد يكون على الورق يمثل الشيعة كما يقول أو كما يعني يبين بالتصرفات، لكن واقع الحال يقول بأن هناك نقمة من أهل الجنوب من العراقيين ضد هذه الأحزاب. يعني للأسف الشديد، أنا مثل ما قلت لك يعني ما في مشروع وطني، ما في مشروع عندهم الجماعة هذول الطبقة السياسية. نعم. ما في حزب أو تكتل منهم عنده مشروع وطني. نعم. مشروع حتى لا يعني مشروع يعني اللي أنت بتقول لي أهل الجنوب يعني الأخوان العراقيين في الجنوب هم اللي خرجوا معظمهم شيعة. نعم. لأنهم وصل فيهم هذا إنه خلاص يعني اكتشفوا إنه هذول الجماعة ما يعني لا يدافعون عن مصالحهم ولا يهمهم يعني مصلحة الناس، يتاجرون بهم، يتاجرون بالمذهبية يعني. نعم. هم يتغطون نعم. يغطون فسادهم بالمذهبية بآخر يعني إنه يعني يحشد الناس ويجيش الناس ويجيش العواطف بالهذا، وهو فاسد
يعني صحيح. هو بيغطي على فساده، بيغطي على فساده وعلى على سرقاته وعلى هذا بالطائف، بيضحك على صحيح. بعقول بعض الناس صحيح. يعني بالطائفيه نعم. انه انا بدافع عن المذهب، انت ما بتدافع عن المذهب، أشكرك. انت بتدافع عن المذهب، انت بتدافع عن نفسك. شكرا جزيلا استاذ فهد صقر الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر تطبيق زوم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.